هاجس أي دولة في العالم أو النظام الحاكم في أي دولة في العالم الوظائف. Jobs, jobs, jobs. كان البشر عايشين بسلام وأمان يسووا أعمالهم التقليدية الزراعية والحراثية وهذه الأشياء. يوم من الأيام واحد صحي من النوم قال دقيقة، تخيل لو أنا جبت ماكينة تسوي وظيفة الإنسان. عمر حسين الانشكاحي، الجزمة الحمرة سير نجاحي، في ثلاثة دقائق أسبوعيا نم نم ملوخية شيء خرافي. كان قطاع الزراعة يأمن 40% من وظائف الولايات المتحدة، صار اليوم يأمن فقط 2% من الوظائف. يعني نفس الإنتاج، نفس كمية الزراعة اللي بتطلع زي ما هي، لكن عدد الناس اللي يشتغلوا في القطاع أقل بكثير جداً جداً جداً. يا إلهي، الماكينة أكلت الوظائف، نعم 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 نعم. بس نعرف، لأن إحنا نعرف إن هذا الكلام غير صحيح، لأن الناس اشتغلوا في قطاعات ثانية مختلفة. نأخذ مثال ثاني. عام 1970 دخل أول صراف آلي في البنوك، صار يعني بدل بني آدم تكلم ماكينة. History tells us there were once teller humans. Thank you, Mr. Jackson. How odd. بسبب دخول الصراف الآلي للبنوك زاد عدد موظفين البنوك بالضعف. أنا عايز حضرتك تقنعني إزاي؟ اللي صار إنه في الفرع الواحد مثلاً بدل ما يحتاجوا 3 موظفين صاروا يحتاجوا موظفين 2 فقط، لأنه صار فيه هذه الماكينة، فقل عدد الموظفين اللي يحتاجون في الفرع الواحد. لكن تسخين حق بداية الحلقة. لكن بسبب هذا التطور التقني صار أرخص إنهم يسووا فروع بنوك، فصار فيه فروع بنوك أكثر، فوظفوا ناس أكثر، لكن في كل فرع ناس أقل. مجملاً عدد الموظفين صاروا أكثر. من هنا جاءت المقولة الشهيرة المتداولة بين الناس، يقول لك لا تخاف من التقنية لأنها تأخذ وظائف من مكان لكنها تصنع وظائف في مكان آخر. وظيفتنا في هذا الفيديو أنه نلغي هذه المقولة ونقول أنها غير صحيحة. الآن الأجيال الوظيفية، إذا حنسميها أجيال ما أدري إيش يسموها، بس عموماً كان عندنا مزارعين، كانوا الناس مزارعين، بعدين جاءت الثورة الصناعية فصار ما في وظائف مزارعين، بس صار في هذه الثورة الصناعية فصاروا الناس يشتغلوا في التصنيع. بعدين لما صار في الأتمتة في التصنيع بدأت تقل وظائف التصنيع، وصاروا الناس يشتغلوا أكثر في القطاع الخدمي، يقدموا خدمات، لأن الماكينة ما تقدر تقدم خدمات، فصار في ناس أكثر في القطاع الخدمي. والآن نحن في عصر أو ثورة أو اللي تبغى تسميه عصر المعلومات. نأخذ مثال، جنرال موتورز شركة كانت في عصر التصنيع، عندها 800,000 موظف مدخلة، دخل هذه الشركة 11 مليار دولار. 11 مليار دولار ب 800,000 موظف، هذا الكلام في 1979. في عام 2012 جوجل دخلت 14 مليار دولار، يعني قريب من ال 11 مليار حق جي ام، ولكن لكن لكن ب 58,000 موظف فقط. كل عصر تحول يصير فيه بتيجي فيه وظائف جديدة متنوعة، لو ان الوظائف القديمة تروح. هذا اللي صار في العصور الثلاثة السابقة. في عصرنا الحالي الوظائف اللي بتصنع ما هي كفاية، ما هي بنفس سرعة الوظائف اللي بيتم إزاحتها. نحن الآن نعيش في عصر غير مسبوق، زي كل عصر كان غير مسبوق لو تفكر فيها، بس امشي معاي. عندنا ازدياد عظيم في الانتاجية، واو. عندنا ازدياد مهول في الشركات، واو. عندنا ازدياد كبير في التعداد السكاني ومعدل عمر الانسان، واو. بس ما عندنا ازدياد بنفس الشكل في عدد الوظائف المطروحة، مو واو. لسه ما هي واضحة معايا المشكلة وين. المشكلة إنه التقنية اللي بتصير الآن نحن بنعاملها زي ما بنعامل الثورة الصناعية. الثورة الصناعية كان عندك ماكينة، الماكينة تسوي وظيفة واحدة، شيء واحد فقط، فتخفف عن الإنسان العمل الروتيني عشان الإنسان يسوي أعمال مختلفة ثانية. عصرنا الحالي الماكينة تقدر تسوي أكثر من شيء، وتقدر تتعلم تسوي أشياء ثانية، وتقدر تفكر، فهي نوعا ما في بعض الأحيان تقدر تاخذ مكان بني آدم بشكل كامل. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. لهذا السبب لو انت حضرت اي نوع من انواع الحوارات عن ريادة الاعمال دائما حتسمعهم يستخدموا كلمة scalable scalable. واو، ما هو مشروعك يا احمد؟ مشروعي بلا 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 scalable. ما ادري والله، يمكن نستثمر فيه لانه scalable. فكرة سكيلابل اللي هي كلمة العصر الحالي، إنه أنا أقدر أصنع منشأة تنمو تحقق أرباح بشكل كبير بتوظيف أقل عدد ممكن من الناس. مثلا خدمة جديدة الآن بيتم تجربتها في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، يقول لك اسمع، ليش أنت توظف بروجكت مانيجر، مدير مشاريع؟ أستخدم أداتنا، أداتنا حتقول لك إيش المهام اللي عندك، والأداة حتبحث
عن فريلانسرز، الناس اللي يشتغلوا بعمل كده حر، توظفهم بعدين تتعلم عملهم وتدريجيا تبدا تقللهم وهي تسوي شغلهم. It's science. هذا شكل المستقبل حسب التنبؤات. حيكون عندك عدد قليل من الناس بثروه مهوله، 1% 3% سميهم اللي بتسميهم، لانه هم اللي يملكوا التقنيه، هم يملكوا الشركات، هم يملكوا الروبوتات. وبعدين عندك عدد مهول من الناس اما في فقر شديد لانه بيسووا الوظائف الدونيه جدا، او حتى من غير وظائف. والطبقه اللي في النص يمكن ما تنعدم، لكن حتكون صغيره جدا لانها بتتاكل من التقنيه والروبوتات والذكاء الصناعي، فحتبدا تصغر تصغر تصغر، يصير عندك ثراء فاحش، عدد قليل من الناس، وفقر شديد. الان في نهايتين لهذا الفيديو. النهايه الايجابيه، قد يكون من السذاجه لمن انا ماني عارف ايش هو الحل وانت ما انت عارف ايش هو الحل، فنفترض انه لا يوجد حل والمستقبل مظلم وسوف نموت. لانك انت لو رحت للمزارع اللي عام 1970، ولا رحت للرجل اللي في البنك كان يشتغل وجاء صراف مكانه كان، وقلت له هذه الوظائف كلها حتروح، ايش البديل؟ ما كان حيعرف ايش البديل. لكن جات وظائف بديلة وجات حلول مختلفة. طالما أنه الإنسان موجود، طالما أنه الإنسان عنده رغبة في صناعة القيمة، لأنه عنده الحاجة في صناعة القيمة عشان يعيش، ففي الغالب حيكون في حل. يمكن ما نعرفه الآن، لكن زي ما نوجد الحل في الأربع مراحل الماضية حيكون في حل في المرحلة هذه. في نهاية ثانية الناس بيتكلموا عنها الآن، الدخل الأساسي الشامل، كل أحد يأخذ فلوس من غير أي التزامات بشكل مستمر. هذه الفكرة انطرحت من مفكرين حول العالم في أوقات مختلفة. عام 1995 أول مرة انطرحت فكريا في الولايات المتحدة. في التاريخ الإسلامي كان يوجد شيء اسمه العطاء، وكانوا الناس يأخذوا فلوس، كان في استخدامات مختلفة للفكرة، كيف تنعطى الفلوس، متى تنعطى الفلوس، كم كمية الفلوس اللي تنعطى. بس الفكرة بشكل عام موجودة في التاريخ، انطرحت، والآن أيضاً بيصير عليها تجارب، نقدر نقول عليها تجارب، ناس بيفكروا ويخططوا لها، وفي ناس بيجربوها، وفي ناس بينفذوها. كينيا، اليابان، البرازيل، يوغندا، إيران، ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة، فنلندا، كندا، دول حول العالم، 130 دولة حول العالم إما عملوا تجارب والآن بيطلعوا بالنتائج، أو مشغلين نوع من أنواع الدخل الأساسي الشامل. أن هذا الحل ما هو حل متفق عليه، في ناس يكرهوه بشدة. So you might say, well, we have a guaranteed annual income for people, which I think is a horrible solution, by the way. في ناس يحبوه بشدة. I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. في عليه خلاف، حتى التجارب اللي صارت ما طلع منها نتائج نقدر نقول إنه هي فكرة جيدة أو حتى فكرة سيئة، في نتائج تمدح وفي نتائج تذم. الآن أنت كشخص بمفهومك الطبيعي، هل أنت مع أو ضد فكرة اليونيفرسال بيسك إنكم، إنه كل فرد بغض النظر موظف أو غير موظف، بغض النظر بيدور على وظيفة أو ما بيدور على وظيفة، مستوى التعليمي، يحتاج علاج ما يحتاج علاج، متزوج مو متزوج، كل أحد يأخذ راتب كل شهر، هل تعتقد هذه فكرة حلوة أو فكرة حتكون غير جيدة؟ في التعليقات خلينا نشوف، واكتب منطقك، أدينا رأي نبغى نسمع. أتمنى عجبكم هذا الفيديو، وأتمنى إنك تضغط زر الاشتراك، شغل التنبيهات، كلم صاحبك قل له اشترك، أبغى أخرج من 600,000، طولت في شيبت في 600,000، خلاص صار عندي شعر أبيض وأنا في 600,000، نبغى نخرج، نبغى نشوف أرقام جديدة، ساعدونا يا إخوان، ساعدونا. معليش معليش، تحياتي.